السلام عليكم، أهلا بكم. الحوثي والقاعدة واستهداف بسيارة مفخخة لقائد عسكري يمني كبير بمحافظة عدن. المكان منطقة معلة بالقرب من قسم الشرطة والحزب الاشتراكي اليمني، والهدف هو قائد العمليات المشتركة للمنطقة الرابعة للواء صالح علي اليفعي. الغرض كسر المجلس الرئاسي باستهداف القيادات العسكرية والأمنية طبقا للحلقة التي زعتها من 48 ساعة عن اللقاء ما بين مسؤول استخباراتي حوثي والقعقاع مسؤول القاعدة في اليمن بمحافظة البيضاء. والأهداف هي أهداف عسكرية في محافظات محررة، وبدأت أمس بانفجارات شبوة واليوم باستهداف بسيارة مفخخة للقائد العسكري صالح اليافعي. أهلا بكم في حدث اليوم. طبقا للاتفاق ما بين الحوثي والقاعدة للبدء بعمليات استهداف لطبقا للقاء اللي هو تم تسريبه وانا ذاعته هنا على القناة من 48 ساعة، يعني بالتحديد كان من يومين اتنين يوم الجمعة، قلت ان في لقاء يعني كان سري ما بين المسؤول الاستخباراتي للحوثيين في محافظة البيضاء ومسؤول للقاعدة وهو اسمه المكني القعقاع. الهدف من اللقاء دوت استهداف قيادات أمنية وسياسية وعسكرية في المحافظات المحررة، وهتكون يا إما مثلا شبوة يا إما هيكون في عدن، لكن القيادات الأمنية هتكون في يعني عدن بالدرجة الأولى لأهميتها، وأيضا أنهم زودوا القاعدة بمسيرات. وقلت انه مسؤول القاعدة في اليمن قال انه احنا مش هنستهدف شيعة الشوارع واحنا هنتركهم يستنزفوا بعض. من انطلاقا من الامر ده بدأت عملية امس اللي انا برضو نوهت عنها، وهي استهداف لخط يعني انبوب نفطي للغاز في محافظة شبوة، ودي كانت البداية من بعد الحلقة اللي قلتها من يومين اتنين. ولكن اليوم استهداف بسيارة مفخخة لموكب اللي هو اللواء صالح اليافعي اللي هو مسؤول المنطقة الرابعة بالقرب من قسم شرطة معلة، وأيضا بجانب يعني اللي هو حزب الاشتراكي اليمني. ولكن نتيجة الاستهداف هو نجاة اللواء صالح اليافعي، ولكن ده نظرا لأن الاستهداف أو التفجير حصل بعد مرور الموكب مباشرة. وايضا يعني نحمد الله سبحانه وتعالى ان ما كانش فيه مترجلين، ما كانش فيه اطفال او اي حد ماشي في يعني سيرا على الاقدام في المنطقه المحيطه بالاستهداف، فما حصلش غير ان هو بس التلفيات والسياره المفخخه دي هي اللي تناثرت، ولكن حصل بعض التلفيات لسياره اللواء صالح اليافعي، ولكن هو لم يصبه اي ضرر. لكن الغرض من الاستهداف هو كسر المجلس الرئاسي واظهار عدن انها غير امنه ومستتبه. طيب اللي احنا بنقوله في الحلقه، هل اجهزه الامن في اليمن ما تعلمش الكلام ده؟ اكيد تعلم بيه. طيب لما يكون وزير الداخليه اليمني اللي في حكومه معين عبد الملك يعلم المسؤوليه ويعلم المعلومه الامنيه وان هو مقصر ويعني ورئيس مجلس الوزراء مقصر، طب انت شايف يعني شبوة حصل فيها انفجارات وانت عارف ان القاعدة ابتدت ان هي تدخل ويعني تتوغل جوه عندك في عدن، طب ما انتوا ذات نفسكم هيتم استهدافكم، الا انت اذا كنت انت يعني على تناغم ما بينك وما بين القاعدة وما بينك وما بين شيعة الشوارع، وانت يعني مش مهتم بالامر، يعني انتوا كلكم مش مهتمين بالامر. ولكن احنا عارفين انه اخر الشهر دوت يعني هو بالتحديد يعني يوم 2/6 الجاي هيكون انتهاء المجلس، يعني المجلس الرئاسي ده هيكون هو عارف ان الهدنة خلاص هتنتهي، فانت يعني اللي قدامك كله تقريبا 15 يوم او 16، يعني انت الامر بالنسبة لك انا مش شايف اي يعني تحسن في اجراءات الامن في معيشة المواطن. يعني على سبيل المثال اذا انتقلنا الى يعني اللي هو الرحلات اللي هتسير للأردن وتصريح
وزير الإعلام أمس إنه ده لرفع المعاناة عن المواطن اليمني بإن هم يسيروا رحلات وإن هم تنازلوا عن حقهم كمجلس رئاسي وأعطوا الصلاحية لوثائق السفر تصدر الجوازات من الجانب شيعة الشوارع الغير معترف فيهم. فأنت بتقول ده لرفع المعاناة عن المواطن اليمني في صنعاء. طب بالنسبة للمواطن اليمني اللي موجود في تعز ومحاصر، ليه ما ساعدتش إن أنت ترفع عنه معاناة؟ يعني طب ليه ما ساعدتش في كده؟ محاصر بقاله 7 سنين. من ضمن أهداف القاعدة وإطلاق المسيرات، تم صباح اليوم استهداف مسيرة مفخخة نزلت على منزل، تم إصابة، لم يحدث وفاة ولكن تم إصابة 3 أشخاص تقريبا، يمكن يكون العدد أكتر من كده، ولكن في منهم أطفال تم إصابتهم بمسيرة مفخخة استهدفت منطقة رغوان في محافظة مأرب. هيبتدي شغل القاعدة يظهر طبقا للاتفاق ما بين شيعة الشوارع وما بين القاعدة. الاستهدافات اللي هي بدأت في عدن اليوم ده مش هيكون الأخير، هو بدأ باستهداف للعميد حواس، العميد جواس اللي هو اتكلمنا عنه في شهر مارس الماضي وتم استهدافه ووفاته، والراجل ده كان هو قايم بدور بطولي في حرب الحروب الستة مع شيعة الشوارع. لكن الاستهداف ده مش هيكون الأخير، التراخي الأمني اللي موجود جوه عدن مش هيكون الأخير. النظرة الأمنية الشاملة بتقول إن ده مش الأخير، يعني دي بداية، ده جس نبض. الاستهداف التاني هيكون لقائد أكبر على فكرة، ممكن يكون مسؤول أمني أكتر، وممكن يكون مسؤول عسكري أكبر، وممكن يكون حد من المجلس الرئاسي. معاهم عربيات، يعني معاهم أمن، لكن مفيش العربيات اللي هي بتقدر إن هي تفصل الاتصال وتعطيل التفجير. يعني ما عندهمش عربيات الشوشرة والإعاقة، ما عندهمش العربيات دي، يعني ما فيش دي، بتبقى موجودة يعني بتبقى موجودة مع رؤساء الوزارات والمسؤولين الأمنيين في بلاد تانية، في مع رؤساء الجمهوريات، لكن أنت ما عندكش. يعني أنا مش شايفها في المواكب، يعني ما شفتهاش حتى مع دكتور رشاد العليمي، ما شفتهاش مصورة. يعني انتوا مش واخدين حذركم كويس جدا، الاجراءات الامنيه ضعيفه جدا، انتوا مش شايفين شغلكم، هدنكم مترخين لغايه امتى؟ انا ما اعرفش. لكن في الحقيقه انه النشاط القاعده هيزيد، وارد جدا يتم استخدام مسيره، يعني ما بقاش الاستهداف في السيارات المفخخه بس، وارد جدا انه ممكن يتم باستخدام مسيره في عدن. عدن فيها منظومة دفاع جوي، السعودية نصبتها هناك، بتريوت موجودة، لكن وارد يحصل أي خطأ، وارد يتم استهداف في مسيرات بأي أسلحة. هو الحوثيين دخل لهم أسلحة نوعية كتير جدا في الفترة الفترة القصيرة دي، وارد جدا يكونوا هيزودوا بيها شيعة الشوارع، يزودوا بيها القاعدة، وبعدين احنا اتفقنا ان هم بينقلوهم من نقط التماس لمحافظات المحررة، وبيدخلوهم من ثغرات أمنية بينقلوهم لغاية جوه، دعم لوجستي وأسلحة وبينقلوهم لغاية جوه. والتانيين خلاص، التانيين محترفين، زي بيعرفوا ازاي، في ناس ان هي بتقوم بالمراقبة، وناس اللي هي بتقوم بالاستهداف، هم الموضوع ده هم يعني بروفيشنال فيه، محترفين فيه القاعدة يعني. يعني الدعم ما بين شيعة الشوارع وما بين القاعدة دعم متواصل في سبيل ان هو كسر المجلس الرئاسي، وانه عارفين ان الهدنة دي على فكرة، يعني الهدنة دي بالمنظر ده الله اعلم قد تستمر وممكن تنكسر اخر يوم، العلم عند الله. يعني في كلام بنسمعه ان ممكن يحصل تغيير مفاجأة، لكن انا مش شايف شواهد على الامر ده، شايف ان في يعني تخاذل من بعض الناس في المجلس الرئاسي، مفيش حد شغال غير انا ما بوقفش في صف حد. اللي انا شايفه ان طارق صالح هو اللي شغال، اللي انا شايفه سلطان العرادة شغال، رغم ان انا على خلاف معاهم في عقائدي يعني، لكن في الاخير ان طارق صالح شغال. عيدروس الزبيدي معرفش ايه اللي حصل لغايه دلوقتي، في حاجه انا مش عارفها، يعني في قصه ما حصلت معرفهاش في المجلس الرئاسي، يعني مش عارف. رغم رغم الدعم الكبير للمجلس الرئاسي واتفاقهم وان هم في كلمه شرف، ما اعرفش في الاخير.
ربنا يحفظ اليمن، وإن شاء الله ما يكونش فيه استهدافات تانية، وتحاولوا تصحوا شوية، وإجراءات الأمنية في عدن بالذات تكون أكتر من كده حرص، لأن واضح جدا الأمن في عدن متراخي جدا، وإن هو يعني تحت خط العبث الأمني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.